الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع رؤساء وزعماء وقادة الدول العربية بمناسبة عيد الفطر المبارك. لليوم الثالث على التوالي، القوات الجوية تواصل الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة. البرهاني يؤكد على مواصلة العملية العسكرية حتى تطهير السودان، ويؤكد أنه لا عودة لما قبل أبريل 2019. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع عدد من رؤساء وزعماء وقادة دول عربية للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. حيث أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تمنى فيه الجانبان أن يعيد الله تعالى على البلدين والأمتين العربية والإسلامية هذه الأيام المباركة بالأمن والاستقرار والرخاء. كما أجرى الرئيس السيسي اتصالا مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وفي اتصال مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتبادل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مواصلة مصر لجهودها في مساندة الأشقاء في فلسطين على جميع الأصعدة، وبذلها كافة المساعي لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. من جانبه، ثمن الرئيس الفلسطيني موقف مصر الراسخ بدعم الشعب الفلسطيني. كما أجرى رئيس السيسي أيضا اتصالا مع الرئيس التونسي قيس سعيد، تمنى فيه الجانبان أن يديم الله على الشعبين الشقيقين الأمن والاستقرار. واتصالا مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي أعرب عن تمنياته لمصر قيادة وشعبا بالخير والاستقرار والتقدم. وتبادل الرئيس السيسي التهنئة مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني. كما تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. كذلك تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وأعرب الرئيس السيسي في برقياته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية عن أصدق تهانيه القلبية لهم ولشعوبهم الشقيقة، داعيا الله تعالى أن يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال، ومتمنيا لهم عيدا سعيدا مباركا ينعمون فيه بموفور الصحة والسعادة، ولجميع شعوب الأمة الإسلامية المزيد من التقدم والرخاء والاستقرار. كما بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الجاليات المصرية المسلمة في الخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة عيد الفطر المبارك. كما تلقى الرئيس السيسي برقيات تهنئة بحلول العيد من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم لسيادته وأطيب التمنيات لمصرنا الغالية بالمزيد من الرقي والرخاء. أنهت وزارة الداخلية استعداداتها لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، وتعتمد خطط التأمين على تكثيف الخدمات والارتكازات الأمنية بالحدائق والمتنزهات والمسطحات المائية والمنشآت الهامة ودور العبادة والمحاور والميادين والطرق الرئيسية لتوفير مظلة من الأمان للمواطنين. استعدت وزارة الداخلية لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك لبث الطمأنينة في نفوس المحتفلين بهذه المناسبة من خلال تنفيذ الخطط الأمنية الموضوعة للتأمين. تشارك في عمليات التأمين كافة قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن لتنفيذ الخطط الأمنية التي تعتمد على نشر الخدمات والدوريات الأمنية على كافة المحاور والطرق الرئيسية داخل المدن، مع وضع ارتكازات أمنية أمام المنشآت الهامة والحيوية والحدائق العامة والمتنزهات ودور العرض السينمائي
والتي تعد مقصداً رئيسياً للمواطنين خلال أيام العيد للاستمتاع بأجواء وفرحة عيد الفطر المبارك. وزارة الداخلية نشرت الخدمات المرورية والارتكازات على المحاور والطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات في ظل زيادة الكثافات المرورية عليها تزامناً مع إجازة العيد، وهذه الطرق مزودة بمنظومة إلكترونية متكاملة مرتبطة بغرف عمليات المرور لرصد الحالة المرورية وتحقيق أقصى درجات الانضباط المروري حفاظاً على الأرواح والممتلكات. خطط وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك تتضمن انتشاراً أمنياً موسعاً بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية، خاصة بمداخل ومخارج المحطات وعلى الأرصفة وداخل عربات القطارات، مع متابعة رصد الحالة الأمنية من خلال كاميرات المراقبة بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات. تمتد الخطة الأمنية إلى نشر الخدمات الأمنية بطول مجرى نهر النيل، والتي تعد مقصداً رئيسياً للمحتفلين بعيد الفطر المبارك للاستمتاع بالرحلات النيلية، وتهدف إلى ضمان التزام المراكب والعائمات النيلية بالحمولات المحددة وضوابط عوامل الأمن والسلامة. إجراءات أمنية متكاملة تنفذها أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق فيما بينها لتحقيق أقصى درجات الأمان للمحتفلين بعيد الفطر المبارك، وهي استمرار لنجاحات وزارة الداخلية في تأمين كافة الفعاليات والمناسبات والاحتفالات التي تشهدها البلاد بكفاءة واحترافية. وجه محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة التهنئة لشيوخ وعواقل بدو سيناء بمناسبة عيد الفطر المبارك. وخلال زيارته إلى مدينة دهب قام فودة بافتتاح المنفذ الدائم للمستلزمات الغذائية بأسعار مناسبة، كما شهد افتتاح معرض ملابس العيد حيث يتم توزيع الملابس على الأطفال دون مقابل. أصدرت المحكمة العسكرية حكمها بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد لمدة 18 عاماً وتغريمه مبلغ 1,580,000 جنيه ومبلغ 14,000 دولار أمريكي مع عزله من منصبه. كما تمت مصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن جريمة التربح وحجب السلع عن الأسواق. وأصدرت المحكمة حكماً بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن لمدة 7 سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن لمدة 10 سنوات. كانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط مستشار وزير التموين ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة للتوريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها عن الأسواق وعن المواطنين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الأسعار الخاصة بها.
وصلت القوات الجوية تنفيذ طلعاتها الجوية اليومية على مدار السابع والثامن والتاسع من شهر أبريل الجاري لإسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية من مصر والأردن إلى الأشقاء الفلسطينيين. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتوصيل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة لسكان القطاع. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكثيف الجهود الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتوصيل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة لسكان قطاع غزة، واصلت القوات الجوية المصرية تنفيذ طلعاتها الجوية اليومية على مدار السابع والثامن والتاسع من شهر إبريل الجاري لإسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية إلى الأشقاء الفلسطينيين في ظل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها سكان القطاع. يأتي ذلك مع استمرار الجهود المصرية البارزة للوصول إلى التهدئة وتأمين تدفق حركة المساعدات الإنسانية والطبية بصورة كافية ومستدامة في ظل المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهها سكان قطاع غزة جراء استمرار العمليات العسكرية. تواصل مصر جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. وفي هذا الإطار تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح منذ بدء العدوان على غزة وعدم إغلاقه من الجانب المصري. تتواصل الجهود المصرية في دعم الأشقاء بقطاع غزة من خلال تكثيف الجهود والاتصالات لزيادة حجم المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تدخل القطاع بشكل يومي. وتقدم مصر إغاثات جوية وأرضية تشمل مواد غذائية ومستلزمات طبية وإعشية من أجل نجدة وعون الأشقاء الفلسطينيين. إغاثات جوية وأرضية، مواد غذائية ومستلزمات طبية وإعاشية تعبر بوابة معبر رفح المصرية الذي لم يغلق أبوابه منذ اليوم الأول للحرب على قطاع غزة من أجل نجدة وعون الأشقاء الفلسطينيين. المساعدات تدخل عبر بوابتي معبر رفح وكرم أبو سالم اللذان استقبلا اليوم أكثر من 300 شاحنة مختلفة الأنواع، بالإضافة لأربع شاحنات من الغاز وأربع أخريات من السولار، رقم يزداد ساعة بعد ساعة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على إدخال 300 شاحنة كحد أدنى يوميا. ولا يقتصر المعبر على دخول الشاحنة فقط، فقد استقبل اليوم أيضا 15 مصابا من الأشقاء ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية، وبهذا اقترب الرقم إلى 4000 مصاب تقريبا. وتأتي هذه التحركات ضمن مجهودات الدولة للتخفيف عن كاهل الأشقاء الفلسطينيين باعتبار القضية الفلسطينية، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت وما زالت وستظل القضية الأم أو قضية القضايا. وللمزيد حول حركة دخول المساعدات عبر معبر رفح البري واستقبال طائرات المساعدات الدولية عبر مطار العريش، يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس خلال هذه الرسالة. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من أمام بوابة معبر رفح المصرية. ومنذ إعلان الهيئة العامة للاستعلامات عن زيادة
عدد دخول الشاحنات الإغاثية المختلفة بمختلف أنواعها من شاحنات مواد غذائية وأيضا مستلزمات طبية، ولكن ربما من أهم الشاحنات التي تدخل يعني ربما هي شاحنات المواد البترولية من الغاز والبنزين وغيرها من مواد الطاقة التي تستخدم إما في المستشفيات أو حتى المولدات الكهربائية المختلفة للتخفيف عن الأشقاء في فلسطين. نتحدث عن يوميا تقريبا يدخل إلى عبر بوابة معبر رفح المصرية ما يقرب من يعني 300 إلى أكثر من 300 شاحنة، حد أدنى 300 شاحنة حسب الهيئة العامة للاستعلامات. ربما يعني رصدنا بالأمس دخول 259 شاحنة بالإضافة لست شاحنات من الغاز، ومنذ صباح اليوم وهذه الشاحنات ما زالت تستمر في الدخول بين يعني كيفما توضح الصورة دخول هذه الشاحنات. تدخل الشاحنات من على يساري إلى معبر كرم أبو سالم ليتم التدقيق في هذه الشاحنات من قبل قوات الاحتلال، وعلى يميني أيضا تدخل الشاحنات عبر بوابة معبر رفح المصرية لتدخل إلى الناحية الأخرى. ربما أيضا رصدنا بينما نحن نتحدث أيضا سيارات الإسعاف تستعد للدخول لبوابة أيضا معبر رفح لاستقبال المصابين، حيث استقبلنا حتى الأمس يعني 30 مصابا من الأشقاء في فلسطين يتلقوا العلاج في المستشفيات المختلفة. والآن عودة إليكم مرة أخرى في الاستوديو. غزة اتدمرت، ما ضلش حاجة. أكدت حركة حماس أنها تقدر الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة، وأشارت في بيان لها أن موقف إسرائيل لا يزال متعنتا ولم يستجب لأي من مطالب الحركة. أضافت حركة حماس أنها ستدرس المقترح الإسرائيلي الذي تسلمته خلال جولة المفاوضات الأخيرة بالقاهرة، وستبلغ الوسطاء بردها حال الانتهاء من ذلك. إلى ذلك، أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 33,360 شهيدا و 75,993 مصابا منذ 7 من أكتوبر الماضي. وفي تقريرها اليومي أشارت السلطات الصحية في غزة إلى استشهاد 153 شخصا وإصابة 60 آخرين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال الساعات 24 ساعة الماضية. أفادت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة بانتشال جثامين 409 من الشهداء حتى الآن من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بمدينة غزة ومحافظة خان يونس، ذلك منذ انسحاب قوات الاحتلال من كلا المنطقتين. وأضافت طواقم الدفاع المدني أن العمل لا يزال جاريا لانتشال جثامين الشهداء من المنطقتين بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومنشدت المجتمع الدولي والجهات ذات العلاقة بالعمل على توفير وإدخال معدات وآليات مخصصة لأعمال الحفر للمساعدة في استخراج جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل المهدمة. طلعونا يعني قالونا اطلعوا برا. نصف عام من العدوان الإسرائيلي على غزة، ولم يستطع العالم حتى الآن كبح جماح الحرب المستعرة على القطاع المحاصر. 6 أشهر تم خلالها استهداف أهالي قطاع غزة، فهدموا بيوتاً على ساكنيها، واضطر من بقي منهم إلى اللجوء في خيام لا تقي من برد ولا مطر. بيسألوني ليش حامل العكاز أنا؟ حامل العكاز من قلة الأكل،
من قلة الحياة. هذه حياة فيش حمام، فيش أكل، فيش شرب، المية صف عليها دور، الخبز صف عليه دور، كل شيء دور في دور. إحنا زهقنا، زهقنا يا عم من الحياة هذه، زهقنا من الحرب، زهقنا لا نوم، بنعرفش ننام، بحط القصف على شقة. أقول في ناس وأنا منهم بنحسد الناس اللي استشهدت لأنها ارتاحت. رفات لا يستطيعون انتشالها من تحت الهدم وبقايا حياة مستقرة فقدها أهالي القطاع المحاصر الذين احتشد الكثير منهم في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. تفاصيل يومية مريرة وأرقام مفزعة تخاطب ضمير الإنسانية، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن ما متوسطه 850 شخصا يتشاركون في مرحاض واحد، وثلاثة 1600 شخص يتشاركون في كل وحدة استحمام في رفح، مهددون كل وقت بالأمراض والأوبئة. أنا لا أعلم ماذا ينتظر العالم حتى يعني يوقف هالحرب أو يضغط على إسرائيل إنه ينهي هالحرب، ينهي المجازر اللي بتصير بشكل يومي، ينهي الدماء اللي تراق. حال الناس حالة لا يرثى لها. وتشهد غزة حالة غير مسبوقة من انعدام النظام الصحي، وليس فقط انهياره، بعدما استهدف الاحتلال المستشفيات والمرضى والمصابين، بل والأطباء والفرق الطبية. حقيقة نحن نعيش أزمة صحية وأزمة إنسانية بالغة الخطورة، وذلك بسبب أن العدوان استمر مدة طويلة، والآن قد مضى عليه 6 أشهر ونحن ندخل في الشهر 7. وقطاع غزة بكله بمؤسساته الصحية وغير الصحية لا يحتمل هذه المدة من عملية الاستهداف اليومية وعملية التدمير وعملية استهداف المؤسسات الصحية. وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف قد أعلنت أن حجم ووتيرة الدمار في قطاع غزة صادمة، معلنة استشهاد أكثر من 13,000 طفل وإصابة عدد لا يحصى من الأشخاص، ومطالبة في الوقت ذاته بضرورة وقف إطلاق النار في غزة. أكد رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان أكد مواصلة العملية العسكرية حتى تطهير السودان. وخلال كلمة مصورة لتهنئة الشعب السوداني بعيد الفطر، أكد البرهان أنه لا عودة لما قبل أبريل 2019. وأكد لكم أبناء بلادي أننا عازمون وماضون سويا في ذات درب وطريق الشهداء حتى طرد آخر متمرد وخاين من أرضنا، وتطهير كل بقعة دنسها التمرد. فمعركة الكرامة ستؤسس لما بعد 15 أبريل، وأقولها بالصوت العالي، لا عودة لما قبل 15 أبريل 23، ولا عودة لما قبل 25 أكتوبر 22، ولا عودة لما قبل أبريل 2019. أكدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أنه ومع مرور عام من الأزمة في السودان، فإن الآلاف لا زالوا يفرون من البلاد يوميا، وأن الدول المجاورة لها تشهد واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية وأزمات النزوح وأكثرها تحديا في العالم. وفي مؤتمر صحفي أشارت المتحدثة باسم المفوضية أولي جامور إلى تجاوز عدد السودانيين الذين أجبروا على الفرار حتى الآن 8,500,000 شخص، من بينهم 1,800,000 شخص عبروا الحدود. كما لفتت المسؤولة إلى أن الصراع المستمر في السودان دمر حياة المواطنين وملأهم بالخوف والخسارة في الوقت الذي تستمر فيه الهجمات على المدنيين والعنف المرتبط بالنزاع. يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده لتخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية، حيث قامت مؤسسة راعي مصر للتنمية أحد أعضاء التحالف بتوزيع ملابس العيد على الأطفال من الأسر الأكثر احتياجا في إطار مبادرة فرح قلبي، وذلك في إطار خدمة الأسر الأكثر احتياجا بجميع أنحاء الجمهورية.
مع اقتراب عيد الفطر المبارك يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده لتخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية، حيث قامت مؤسسة راعي مصر للتنمية أحد أعضاء التحالف بتوزيع ملابس العيد على الأطفال من الأسر الأكثر احتياجا وفي إطار مبادرة فرح قلبي. التنسيق اللي تم عن طريق التحالف ده خلانا نسقنا العمل، خلى المجتمع يشعر بالمجتمع المدني بشكل أحسن، خلى الفئات المستهدفة نعرف نوصل لها بشكل ممنهج أكتر، بقى في قواعد بيانات مشتركة بيننا وبين بعض، فبنقدر نعرف مين بياخد الخدمة منين. طبعا اللي بيتعمل في التحالف هو مجهود ضخم. النهاردة احنا بنعمل معرض كأن الطفل داخل يشتري فيختار اللي هو عايزه بالألوان اللي هو عايزها. كل طفل عندنا هياخد الطقم كاملا داخل خارجي وداخلي، إذا كان هياخد لبس تشيرت أو بلوزة للبنات، بنطلون، شراب، شوز، هياخد لعبة، هياخد حاجة حلوة، هياخد طقم داخلي، فبيكون واخد اللبس الطقم كله جاي عيد النهاردة. أعضاء التحالف قاموا بتوزيع الملابس والمساعدات على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بعد فحص احتياجاتها من خلال المتطوعين، وذلك تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية. إحنا طول الوقت في تعاون مستمر قائم ما بين مؤسسة راعي مصر وما بين التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، لأن مؤسسة راعي مصر هي واحدة من ضمن مؤسسات التحالف الوطني أو تحت مظلة التحالف الوطني. تقريباً في كل المناسبات احنا بيكون في تعاون ما بيننا وما بين التحالف الوطني، لان هو كمظله خاصه بمؤسسات المجتمع المدني بتهتم قوي هي كمان بتوصيل الخدمه بالشكل المناسب وبالطريقه المناسبه لاكبر عدد ممكن من المستفيدين في انحاء الجمهوريه. الناس ابتدت تعرفنا وابتدوا يتواصلوا معنا مباشر عن طريق الخط بتاعنا الطبيعي، في اتصالات عن طريق البيج بتاع المؤسسه، في اتصالات عن طريق جهات مختلفة زي مسجد، كنيسة بيتواصلوا معنا، في التحالف، في جهات كتير جدا بتتواصل معنا. احنا بنيجي بنظبط الحاجات وبعد كده بنرصها وبعد كده بنستنى الأطفال لما بيجوا وبنفضل نوريهم اللبس وكده، هم بيختاروا حسب ما بيختاروا بياخدوا الحاجة وبيلعبوا، بنديهم حاجة حلوة وبعد كده بيمشوا. حاجة حلوة، حاجة كويسة، يعني احنا ما جبناش لبس، لقينا اللبس جالنا لحد عندنا. متشكرين ليكم. عمل مستمر لأعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك في إطار حرصها على مواصلة مسيرتها الخيرية على قدم وساق لخدمة الأسر الأكثر احتياجاً بجميع أنحاء الجمهورية. نظمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالغربية حفل إفطار الجدعان، وضم الحفل المتطوعين وبعض الأسر من الأهالي الأولى بالرعاية، وتضمن فقرات فنية وغنائية في حالة من الفرحة والسعادة ورسم البهجة والسرور على وجوه الحضور. وسط حالة من الفرحة والسعادة، نظمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالغربية حفل إفطار الجدعان، وذلك للمتطوعين وبعض الأسر من الأهالي الأولى بالرعاية. يشارك في حفل الإفطار جميع متطوعي حياة كريمة بالغربية والعديد من الأسر الأولى بالرعاية. النهاردة عندنا يوم جميل جدا ومميز بحضور جدعان حياة كريمة في محافظة الغربية، يمكن من الفعاليات الأقرب لقلبي إننا النهاردة جدعان حياة كريمة اللي طول السنة عمالين يخدموا أهلينا وعمالين يقدموا لهم كل خير ومنتشرين في كل أنحاء محافظة الغربية. مقسمين نفسنا، فريق بيجهز الإفطار للمتطوعين، فريق تاني بيجهز الأجهزة اللي توزع على العرايس من أهالينا في المحافظة، فريق ثالث بيجهز التمكين الاقتصادي من المشاريع التريسيكلات اللي موجوده للاهالي، فريق ثالث خالص مجهز كراسي الاعاقه لاهالينا من ذوي الاعاقه. احنا النهارده بنجهز فعاليه كبيره اللي هي كلنا بنتجمع على سفره واحده، فطار جماعي لمؤسسه حياه كريمه بمحافظه الغربيه. احنا النهارده كمان بنشارك في الحفله دي ان احنا عندنا 6 تريسيكلات للاسر المحتاجه وبعض من الاجهزه الكهربائيه اللي هتتوزع على اهالينا من محافظه الغربيه المحتاجين. النهارده متجمعين على سفره واحده كلنا، مش بس احنا كمتطوعين النهارده، لا ده بس احنا كمان معانا اسر من اهالينا اللي هم المستحقين. طبعا احنا كمتطوعين متواجدين دايما في قرى الريف المصري. حفل الافطار تضمن كذلك فقرات فنيه وغنائيه وسط حاله من الفرحه والسعاده ورسم البهجه والسرور على وجوه الحضور. جهزنا الاكل وجهزنا جهاز العرايس للاسر المستحقه، فرحانه جدا ان انا جزء من حياه كريمه ويا رب دايما متجمعين على خير. ربنا بقى ان احنا ندخل البهجة
حاجه على نفسنا اكتر، فحبينا ان احنا نشارك اهالينا بالفرحه والبهجه. احنا موجودين بنفرح وبنفرح بوجود اهالينا المستحقين للمساعدات. النهارده بنشوف ان احنا موجودين معانا تجهيزات عرايس، معانا تمكين اقتصادي كمشروع التروسيكلات، بنشوف ان احنا معانا كراسي متحركه لاهالينا واخواتنا من ذوي الاعاقه. حفل افطار الجدعان تضمن كذلك تسليم 12 جهاز عروسه الى جانب 6 كراسي متحركه ومتطلبات اخرى للمواطنين، وذلك في اطار حرص مؤسسه حياه كريمه على توفير حياه كريمه للمواطنين ودعم الاسر الاولى بالرعايه. وعن أحوال الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلا. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وبعض العواصم العربية والعالمية. ختام النشرة، ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبادل التهنئة مع رؤساء وزعماء وقادة الدول العربية بمناسبة عيد الفطر المبارك. لليوم الثالث على التوالي، القوات الجوية تواصل الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة. البرهان يؤكد على مواصلة العملية العسكرية حتى تطهير السودان، ويؤكد أنه لا عودة لما قبل أبريل 2019.